بسم الله نبدأ يا إخوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. فيا أحبتي في الله أسعد الله أوقاتكم في كل خير إن شاء الله. في هذا اللقاء سنكمل ما توقفنا عنده في الدرس الماضي، وبدأنا وأخذنا تقسيم المفهوم أو منطوق والمفهوم. ذكرنا أن المنطوق والمفهوم أي من العلماء من يقسم المنطوق والمفهوم إلى المنظوم وغير المنظوم. وقلنا أن لا إشكال في خلاف المصطلحات، يعني لا مكاحة في اصطلاح أو لا إشكال في اختلاف التقسيمات، إنما الذي يهمنا معرفة هذه المصطلحات، حقيقة هذه المصطلحات. وذكرنا أن المنطوق أو المنظوم هذا ينقسم إلى قسمين، صريح وغير صريح. والصريح كذلك ينقسم إلى قسمين، إلى المطابقة والتضمن. المطابقة والتضمن، ذكرنا المطابقة هذا. المطابقة والتضمن، ما هي المطابقة؟ هي دلالة اللفظ على كل جزء أو كل أجزاء من ذلك المعنى أو من شيء. مثاله الرحيم، اليد. مثلا اليد، لفظ اليد ممكن أن يكون دليل على ما هذا. لفظ اليد قد يدل على جميع أجزاء من هذه اليد. يعني لو وجدنا لفظ اليد، يعني فهمنا أن هذا اللفظ يشمل الأصابع، الأنملة، الكف، ظهر الكف، القوع والكرسوع والرسغ والزند والذراع. هذه الأجزاء كلها من معنى اليد، لأن لفظ اليد يشمل هذه الأشياء. يعني لو أطلق لفظ اليد قد يشمل هذه الأشياء. هذا بطريق ماذا؟ دلالة المطابقة. أوضح من ذلك لفظ الرحيم. لفظ الرحيم لنستفيد بدلالة المطابقة على ذات الله. الرحيم هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي اتصف بصفة الرحمة بدلالة ماذا؟ المطابقة. نفس الشيء، الرحيم هو الله بدلالة المطابقة. بدلالة تضمن أن هذا سيتضمن هذا الشيء، وهذا من ضمن ذلك الشيء. الرحيم يتضمن صفة الرحمة بدلالة التضمن، يعني جزء منه. دلالة الالتزام وهو غير صريح، التزام يعني هل لفظ الرحيم يدل على
قدرة الله، يدل على علم الله، يدل على حياة الله. القدرة والعلم والحياة، من أين استفدنا؟ من دلالة أن يكون حيا قادرا قويا. لكن لا يستفاد باللفظ الرحيم، إنما من لوازمه، فهذا ما يسمى بدلالة الالتزام، ومن ضمن غير الصريح. واضح؟ صريح مطابقة وتضمن مصلب من اللفظ. الرحمة يعني من لفظ الرحيم، لأنه مشتق من الرحمة، استفدنا من خلال اللفظ وهو من ضمنه، هذا صريح لأنه استفاد من اللفظ نفسه. أما غير الصريح لا يستفاد من اللفظ أصلا، هو من لوازم. إن نقول قدرة وحياة والعلم، هذا من لوازم الرحيم. فهمتم؟ من لوازم اليد مثلا. نعم، هذا شيء يد، يعني مثلا يد الإنسان. الالتزام من اليد. ها؟ لا لا لا، هذا الكناية. هذا الكتف، يقول يد الإنسان، يد الإنسان، دلالة الالتزام أن هذا اليد طبعا لابد يكون يلتصق به. اليد يعني معروفة، ليس اليد مقطوعة. لو أطلق لفظ اليد لوازمه الإنسان، من دلالة الالتزام يلتزم وجود اليد وجود الإنسان والكتف، وخارج معنى اللفظ استفدنا بطريقة دلالة الالتزام. دلالة الالتزام قلنا كم نوعا؟ أربعة. أربعة. النوع الأول أخذناه هو الاقتضاء. ما معنى الاقتضاء؟ دلالة اللفظ على معنى المسكوت عنه، المعنى غير موجود في اللفظ لكنه موجود في تقديرنا، بل هو يجب التقدير حتى يستقيم معنى الكلام. وقلنا ثلاث أنواع. النوع الأول يجب تقديره لسبب الكلام. من يذكر لي المثال؟ يا أريد المشاركة من أطيان سلطان. أطيان موجود؟ أطيان غائب؟ وغير موجود؟ موجود. طيب لماذا لم ترد علي؟ نعم يا عطيان، هذا النوع الأول، بين لي، بين هذا النوع، ما يجب تقديره لصدق الكلام ومطابقته للواقع. ماذا فهمت من هذا النوع؟ هيا، سمعت السؤال يا عطيان؟ تفضل. بين ذكرنا شرحنا وبينا أمس. تفضل يا طيان، ماذا فهمت؟ ما يجب كما فهمت أستاذ. نعم، أنا وقت يومي سيدي. تفضل. ما يجب تقديره لصدق الكلام ومطو بقاته للوقت. كما فهمت أن هذا الكلام قد وقع أستاذ في المثال
lawasiatin lil waris. Lawasiatan lil waris. Ismu la nafiya lil jins mansub. Lawasiatan lil waris. Nah, Ustaz. Jangan maful kalam. أين دلالة الاقتضاء من هذا الحديث؟ لا وصيات لا وصيات. لا وصية هنا لا وجود. صحيح ونفي الوجود ليس كذلك؟ نعم. لا توجد وصية للوارث. نعم. نعم ونفي الوجود أي لا يقع نفي الوقوع أيضا أن هذا وصية لا أحد يوصي لا يوجد في الواقع أنه هناك من أوصى للوارث هكذا يا أتيان فهمت أمشت لنا في زمن الماضي حول يوصي قبل موته حتى في زمن الحاضر الكفار يوصون بعض المسلمين ما يفهمون جهال أيضا يوصون بورثة يوصون لورثته إذن هو واقع إذن لم يفهمون يقول العكس يقول لا لا يقوى إذن كيف إذن الحديث خطأ نرد الحديث لا لا لأن الواقع صحيح يعني في الوصية لكن لا زيادة ثلث يجوز وصية للوارث لكن لا يزيد عن ثلث هكذا أي مصيبة هذه إذا لا وصية أكثر من ثلث تقديره للوارث هكذا يا طيان سدس لا لا سدس كما تريد أو ثمن لو كان بنت كام سدس أطيان أنت لا تفهم خطأ وإخوة من يستطيع أن يبين محاولة شكرا على المشاركة يا أطيان اسمع جيدا محاولة لا بس صحيح نعم سيد إذن ما يجب تقديره لسدك الكلام بمعنى التقدير لابد أن يطابق على الواقع إذن لابد أن يطابق على الواقع مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وفي الواقع لا يمكن أن لا يوصي أحدا أن يوصي أحد أحدا في الواقع والتقدير لا يمكن أن لا يوصي أحد أحدا كذا سات هكذا بمجرد جيد محاولة يا شكرا يا فائق نعم يا هيربي نعم الجاري طبعا حاول هيربي أولا طيب سنأتي إليه نفيو من أين وجدت نفي الصحة؟ لأن هذا قد يقوم في زمان إذا حتى يصدق الكلام حتى يستقيم المعنى يستقيم الحديث ويطابق الواقع لذلك لصدق الكلام ومطابقته للواقع إن لم نقدر إذا لا يوافق الواقع الحديث لا وصية للوارث الوصية للوارث موجودة الآن في واقعنا إذا إن لم نقدر لا يستقيم المعنى يترتب على ذلك رد الحديث الإبراهيم هكذا
أحد لا يوافق في زماني، لأن هذا الحديث يعني إن صحيح نرده يخالف الواقع. إذن يجب التقدير لفهم هذا الحديث، ومن جهة المفهوم دلالة الاقتضاء. ما تقديره؟ لا وصية صحيحة. لماذا نقدر صحيحة لا وصية صحيحة؟ حتى يسلك الكلام، يستقيم معنى الحديث ويطابق الواقع. صحيح الكلام معنى الكلام، معنى الكلام ما الوصية لوارث؟ يكون صحيحا إذا قدرناه معناه بمعنى لا وصية صحيحة. وصية طبعا يترتب على ذلك وفاؤها وتنفيذها. لو كان وصية غير صحيحة فلا يجب وفاء بها، فلا يجب تنفيذها، أي لا تصح هذه الوصية. هكذا إذا مات إذا لا تنفذ وصية. لماذا لا وصية؟ لا وصية صحيحة للوارث، حتى الوقع فإنها لا تصح. لا يجب تقديره حتى يسلك الكلام، يكون الكلام صريحا وموافقا للواقع. لأن لو قلنا لا وصية نفي الوجود، الواقع يخالف ذلك. إذا يجب تقدير، فهمت؟ غير معتبر، أكيد أنه غير صحيحة، إذا باطلة. باطلة وقعت لا نعتبر لأنها باطلة. طيب يا إخوة، هذا ما زلنا في المراجعة. الثاني، ما يتقدر سلك الكلام شرعا. لابد أن نقدر هذا الشيء حتى يستقيم معنى الكلام من جهة الشرع. فمن كان منكم مريضا او على سفر، من يبين لهذا؟ رفاعي قبل قليل. نعم يا رفاعي. بسم الله. الله ثاني، فمن كان منكم مريضا. نعم يا اخوان، ان شاء الله ساحاول. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فان لم نقدر هذه الايه فيجب علينا كلنا إذا سافرنا، مع أننا لا نفطر مثلا، نحن لا نفطر ونحن نسافر، أي يجب علينا كذلك أن نقضي في أيام أخرى. فهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. إذن علينا أن نقدر إذا أفطرنا، أي يعني إذا كنا نسافر ثم أفطرنا، علينا أن نقضي الصيام الذي أفطرنا فيه يوم آخر هكذا. أحسن، بارك الله فيك. نعم، إذن التقدير صحيح في هذه الآية وأفطر. لماذا؟ لأن لو لم نقدر سيكون ماذا؟ المعنى غير صحيح من جهة الشرع. إذا حتى يسبق الكلام شرعا، لأن الشرع يشهد على ذلك، أن من سافر أو مرض ولم يفطر، فإن صومه صحيح. مسافر صائم مريض وهو صائم يصح صومه. نعم، فلذلك لا بد أن نقدر هنا فأفطر. لكن إذا سافر وأفطر ومرض فأفطر، حين ذاك نقول يجب عليه القضاء. أحسنت يا رفاعي. الثالث، هذا السؤال، ما يجب تعبير الكلام عقلا؟ لا بس، من هذا؟ تفضل، ما اسمك؟ اذكر اسم. يوري. يوري، نعم يوري. ما يجب تقديره لصحة الكلام عقلا؟ إذن يجب علينا أن نقدر، لأننا إذا لم نقدر يخالف عقلا. مثال، واسأل القرية، لا يمكن أن نسأل القرية، لذلك لابد أن نقدر، أي واسأل أهل القرية. نعم سأل. نعم الله فيك. وهذا كذلك يقال في باب المجاز،
بمعنى هو سأل القرية وسأل أهل القرية لماذا؟ لأن لا يسبق الكلام ولا يستقيم المعنى إلا إذا قدرناه بهذا لفظ أهل، لأن عقل يعرف، عقل ما يقول كيف نسأل القرية. نعم، إلى هذه النقطة واضح شباب؟ هل هناك سؤال قبل أن نأخذ درسا جديدا؟ وهو خلاف بين سؤال تفضل. أين نضع كلمتي فأفطر بعد ماذا؟ أين نضعها؟ تضع في رأسك. أنك فهمت من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. نعم فأفطر عدة أيام، عدة من أيام أخرى هكذا، فأفطر كان العدد عدة من أيام أخرى يقضيها في عدة هكذا، فأفطر فيقضيها كان هكذا تقدير عدة أيام، عدة على حسب عدد الذي أفطر هذا الإنسان. هو ليس المهم، فهنا المعنى ونضع في مكان مناسب. إذن فأفطر فعدة كذا، وهو غير موجود في اللفظ، لذلك نقول أنه من دلالة الاقتضاء. نعم. والآن عندنا في كتبكم في الصفحة 376 قد اختلف في عموم المقتضى أو المضمر. أكيد أنكم قرأتم الكتاب. قطب حسن إذن الموضوع اختلفوا في عموم المقتضى أو المضمر. المضمر شيء خفي لم يظهر ضمير، لذلك ضمير مثلا شيء يعني مخفي خفي. فذهب بعضهم إلى عمومه وبعضهم إلى أنه لا يعود. ماذا دلالة الاقتضاء؟ هل لها عموم أو لا؟ ما معنى المسقط من دلالة الاقتضاء؟ هل له عموم أو لا؟ لا، اختلف مع القول. قول أول له عموم، الثاني لا عموم له. نطبق على المثال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ. هنا يجب التقدير، رفع عن أمتي الخطأ. لمن قال له عموم سيقول أن التقدير هنا حكم الخطأ، رفع عن أمتي الخطأ، سيقول حكم الخطأ. وقبل ذلك لماذا يجب التقدير؟ هل يستقيم المعنى بالتقدير رفع عن أمتي الخطأ؟ يستقيم؟ لا لا أي بمعنى رفع عن أمتي الخطأ لا يستقيم. رفع هنا ليس رفع حسي، إذا لابد أن نقدر. إذا رفع أمتي إذا رفع يعني لا يقع الخطأ في الخيطة، إذا لابد. هذا قد يكون من ضمن النوع الأول. رفع أمتي الخطأ، إذن هل هو تقدير حكم الخطأ؟ لو قلنا حكم الخطأ وهذا الذي يقول عنه للعموم حكم الخطأ، لو قلنا حكم الخطأ إذا رفع الحكم وما يترتب على ذلك من العقوبة، العقوبة غالبا تتعلق بالحكم. إذا قلنا أنك أخطأت فعليك أن تستيق الأمور، إذا حكمنا أنه مخطئ ألن رفع الحكم فلسنا مخطئا، إذا لا يستحق الإطابة ليس كذلك. إذا هذا العموم على حكم الخطأ، إذا رفع هذا وأخطر إنسان يرفع هذا الخطأ، يعني كأنه ليس مخطئا ولا يستحق الإطابة، سواء كان العقوبة في الدنيا أو في الآخرة. هذا لمن له عموم، لمن قال بعلم، لمن قال لا عموم له. لا، معنى أصل تقديره هنا هو إثم، إثم الخطأ. إذا أخطأ الإنسان فاستغفر مثلا رفع الحكم الإثم، لكن يبقى يعني تبقى العقوبة أو ما يترتب على ذلك الخطأ.
إذا كان الخطأ متعلق بذمة الغير دخلت المطعم جلست وأكلت صحنا من الطعام وجبة الغداء فتبين أن هذا ليس لك يقول أنت نهيت الطعام وجاء صاحب الطعام أنت أخطأت صح؟ هل عليك إثم؟ لا أنت آثم لأن هنا رفع إثم بسبب الخطأ لكن ما يترتب على ذلك على فعلك هذا؟ الضمان عليك الضمان إن طالب صاحب الطعام فيجب عليك لو الله سامحك لا يشكل لكن يبقى حقه لو طالب لابد تبدل لابد تعوض ما أكلته إذن يبقى العوض أو الضمان يترتب على ذلك حق الإتلاف في حكم الإتلافات أخطأت رميت تريد أن ترمي البضايع النراجيل فأصاب الزجاج سيارة بأيمن مثلا لا قدر الله هل عليك إثم؟ طلبت منه العفو لكن عليك بتعويض الزجاجة هذا لذلك التقدير الصحيح هنا هو إثم رفع الخطأ عن الفاعل لكن يبقى ما يترتب على ذلك الفعل من الضمان ومن العقوبة وكفارة من قتل من الخطأ فتحرير القبر تبقى الكفارة والإثم مرفوع نعم أيضا في آية حرمت عليكم الميتة ما التي تحرم هنا؟ حرمت عليكم الميتة ما الذي يحرم هنا؟ أي. هل هو انتفاع؟ هل انتفاع هو العام إذا؟ ما هو انتفاع عام؟ سواء كان العقل والشرب وغير ذلك من قال بعدم الأمور تقديره ليس الانتفاع إنما الأكل إذا المنهي هنا تحريم العقل ميتة أكل ميتة لأن انتفاع قد يكون جائزا انتفاع بالميتة جد الميتة إذا دبغ يجوز انتفاع إذا دبغ الإهاب فقط طهور لا وأيضا في مثال ثالث حرمت عليكم أمهاتكم ما الذي يحرم من أمهاتنا هل نظر اللمس الخلوة السفر بها إنما الوطن ودواعيه ما الذي يدعو إلى ذلك الوطن من العقد وغير ذلك هذا الذي يحرم إذن هو معنى الخاص لو قلنا بالعموم إذن كل ما يتعلق بهذا يحرم حرمت عليكم أمهاتكم إذن يحرم حتى النظر واللمس والخلوة السفر بها والمحادثة معها هذا لمن قال بعموم لكن كنا لا عموم له فيكون معنى الخاص إنما هنا يحرم ماذا الوطأ النكاح سواء كان بمعنى الوطأ أو النكاح بمعنى العقد وضع يا إخوة هذا ما حصل خلاف عموم المقتضى فقلنا الراجي والله عالم هو لا عموم له لا عموم للمقتضى أي هو ما دل عليه دلالة الاقتضاء هل هناك سؤال حول الخلاف في عموم المقتضى قبل أن نأخذ الإشارة واضح طيب الآن إلى الإشارة ما معنى الإشارة قولوا معي ركزوا معي صفحة بعدها ركزوا معي إلى الشاشة لا تنظر إلى الكتاب افهم معي افهموا معي دلالة الإشارة هي معنى المعنى اللازم من الكلام ولم يأتي هذا الكلام لبيانه هذا الكلام لم يأتي لأجله هذا الكلام لم يقصده أصلا لكن استفدنا المعنى هذا لأنه من لوازمه جاء لفظ كلام عبارة العبارة في الحقيقة تتكلم عن موضوع الموضوع ما استفدنا خارج هذا الموضوع فهذا يسمى دعاء الإشارة بالتأمل والتفكر لذلك هناك تعريف آخر أقرأ لكم دلالة الإشارة هي دلالة التزامية لمعنى لفظ لم يكن سياق لأجلها
سأعطيكم رابط تطلعون عليه. ولكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ. يعلم هذا المعنى بالتأمل والتفكر. إذ يحتاج الوقوف عليها إلى تأمل فهي لازم بالمعنى الذي سيق الكلام لأجله. هو لازم بمعنى الموجود من خلال سياق الكلام. والحكم يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ نفسه. سأعطيكم هذا الرابط. وهذا الرابط أيضا يعطيكم أمثلة. تقريبا 30 مثال لدلالة الإشارة في نصوص شرعية. اطلعوا على هذا الرابط بعد. الآن نأخذ المثال. ما المثال على هذا الكلام وعلى هذه الدلالة؟ جواز أن يصبح المسلم جنبا في رمضان. ما حكم الجنب في الصباح رمضان؟ هل يبطل صومه؟ لا يبطل. لا يبطل. من أين؟ هو نص، يعني هناك نص، لكن ممكن نستفيد من دلالة الإشارة. نستفيد بدلالة الإشارة من هذه الآية. ما الآية؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. من قرأ البارحة أريد البيان منه. من يستطيع أن يبين من هذا؟ الآية ما تتكلم عن الجنوب أصلا. الآية في ماذا؟ يعني منطوق الآية في إباحة الجماع ليلة الصيام. الصيام يأتي ليس لأجل، لا يقصد الجنوب، لا يقصد حكم الصوم الجنوب في صباح رمضان. فهي يأتي بدلالة الإشارة. من يبين لي كيف يأتي هذا المعنى من هذه الآية؟ هذا الجواز يصبح مسلم جنوبا. كيف في لفظ الليلة؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذا وقت المباح لإتيان المرأة في الرفث. كيف؟ فإذا وطأ أو جمع الرجل امرأته في أواخر الليلة، فبقي جنبا وتأخر الغسل جائز. فأخر الغسل إلى أن دخل وقت الصبح، هل يجوز ذلك؟ يجوز. ولا يفسد صومه ولا يبطل صومه. لماذا؟ لأن الله أباح ذلك الفعل إلى أواخر، من لوازم إذا كان جائزا إلى أواخر، يعني مثلا بالدقيقة قبل أو خمس دقائق قبل طلوع الفجر توقف، أكيد هناك فترة لاستعداد، استعداد الغسل. إذا دخل وقت الصبح ولم يغتسل بسبب هذا الفعل المباح، والشريعة تبيح ذلك، فقال صومه يعني صحيحا لا يبطل. فهمتم من أين استثنى هذا المعنى من دلالة الإشارة؟ لماذا نقول دلالة الإشارة؟ لأن سياق الكلام ما يدل على ذلك. الكلام ما يقصد ذلك أصلا، لكن لو تأملنا وتفكرنا استفدنا من هذه الآية على صحة الصيام الجنوب صباح رمضان. نعم، واضح يا إخوة؟ هل هناك سؤال؟ فقال هنا فإذا جاز له الإمام الفجر جاز أن يطلع الفجر وهو جنب ولا يفسد صومه. نعم. مثال آخر، ما سؤال؟ في سؤال؟ نعم أستاذ، هل هناك مثال آخر للإشارة يا أستاذ؟ أسألك يا فائز. من هذا فائز؟ نعم أستاذ. لا بس أعطيك مثال ثاني. في قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا.
وحمله وفصله 30 شهرا. هذه الآية تتكلم عن ماذا؟ منطقها عن عدة مدة الحمل والرضاعة، أن حمل ثم أنجبت ورضع خلال سنتين، وفي صهر في عامين، وفي آية أخرى الوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين. أتكلم عن هذا، يعني عن الإرشادات هنا بعد الإنجاب، يعني لأن كان ليس واجبا على المرأة على الأم أن ترضع، لكن الأفضل أن ترضع على حتى تكمل سنتين. ثم ما دلالة الإشارة؟ معنى اللازم خارج من اللفظ، من يبين لي؟ أنا من أخير من هذه الآية أن أفضل من الحمل 16، يعني أن مدة حمل والرضاعة 16، لأن مدة الرضاعة حولين أي 24 شهرا. إذا من 30 أنقص 24 فكذا 6 أشهر، فتكون هذه 6 أشهر أقل مدة حمل. فإن ولدت ويمكن أن تلد ولد أقل من 9 شهور. نعم، هذه حقائق علمية، حقائق لقد أخبرنا قبل 1400 سنة. نعم، هذه هي دلالة الإشارة من الآية وحمل وفصل 30 شهرا، أن أقل مدة الحمل للمرأة 6 أشهر. إذن إذا وجدت المرأة تنجب في 6 أشهر هذا ممكن، لا يتهم أنه بالزنا مثلا، وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد علي أفضل علي رضي الله تعالى، اتهم أن هذه المرأة كيف تزوج ثم بعد 7 أشهر أنجبت، والمعروف عندهم وعندنا كذلك 9 أشهر. فجاء العلي بهذا الدليل وحمله فصاله 30 شهرا بدلالة الإشارة أن أقل مدة 6 أشهر، لكن لو كان بعد 3 أشهر من الوليمة هذا لا يمكن، إذن بمعنى أنه قد حمل قبل ذلك، أما 3 أشهر ما يمكن، أو 5 أشهر مثلا لا يمكن. لم أسمع الخبر، لا أدري هل هناك من أنجبت أقل من 6 أشهر، لا أدري. نعم، ومثل آخر وشاورهم في الأمر، مثلا وشاورهم في الأمر، الآية تتكلم الأمر بالشورى، دلالة الإشارة أن لابد أن يكون هناك طائفة من المشاورين، طائفة من الأمة تستشار في أمرها، مكون لجنة للمستشار. الآن مثل ديوان الملكي للاستشار، هذا من الآية وشاورهم في الأمر لمجلس الشورى. من أين استفدنا؟ بطريقة دلالة الإشارة، وإن كان الأفضل الآية ما يدل على مجلس الشورى، لكن من لوازمه إن أراد أن يشاورهم إذن لابد أن تكون هناك الأشخاص معينين يعني يرجع إليهم في المشورة. نعم، اقرأوا، أعطيتكم الرابط. نعم، طيب الآن، طيب هل هناك سؤال؟ قلنا 6 دقائق. الإشارة لما والمفهوم إن شاء الله نأخذها في اللقاء القادم. وأصلاً هذا الإيماء والتنبيه لقد مرت بكم، ارجع الصفحة، راجع الصفحة 161. إذا لما أتكلم كثيرا بل نأخذ الآن في دقائق سيرة دلالة الإيماء والتنبيه وفهم التعليل من الترتيب الحكم على وصف المناسب، مرت بكم صحيح في طرق المسالك القياس، طرق معرفة القياس، منها الإيماء أو التنبيه، هناك النص الإجماع، ثم الدوران الطرق والطرد والعكس، وعندنا كذلك الإيماء. مثال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما،
Huna jaa alfa fasababiyya. Fa'alqa al-hukm qata' bis-sariqah, fasara anna hukm at-ta'lil huna al-illah ya as-sariqah. لماذا نرتب الحكم بفاء غالبا فاء هذا يبين فاقطع الحكم فاء وسببه ماذا تعلق بهذا الحكم السريع فهذا الإيمان استفدت من هذه الآية أن العلة السريع علة قطع اليد هي السرقة من أين؟ من دلالة الإيمان والتنبيه حتى يتنبه القارئ وينتبه فقطعوا ايديهم اذا والسارق والسارقه السرقه هي السبب هي العله في قطع اليد يدل على انها ان الاله سرقه مصره والزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ها ما العله الزنا للغير محصن لان رتب الحكم هنا بالفاء بوصف مناسب لا بد يكون وصف مناسب وهذا شروط العله لابد أن يكون صفة مناسبة ووصف مناسب طيب هل هناك سؤال؟ في الحقيقة هذه نمر سريعا هذه الموضوع لا نطيل هناك سؤال؟ نعم أنا سأل في الإشارة السؤال يقول سأل هل يمكن أن توجد الإشارتان أو ثلاثة إشارات في آية واحدة؟ أي ممكن يا حبيبي ممكن أن يستفيد المعاني أكثر يا معنى أكثر من واحد من دلالة الإشارة ويرجع إلى الاجتهاد والفهم المجتهد والناظر في النصوص الشرعية لذلك كأنه هو الفوائد والمعنى هو معنى المستفاد في الحقيقة لكن من لوازم هذا المعنى وليس من صريح اللفظ لا ممكن أن يستخرج أكثر من ذلك وفي الحقيقة فوائد لكن فوائدها بطريقة الاقتضاء أو بطريقة في الحقيقة هذا يعني يستخدمونه وأنتم لما تفكرتم وتأملتم استخرجنا هذا الحديث من هذا الحديث فوائد ألن تعرفون أن استخراج هذه طريقة استخراج استنباط هناك طرق أنواع دلالة الاقتضاء الإشارة الإيمان مفهوم مخالفة مفهوم موافقة دلالة الخطاب ألن تعرفون في الحقيقة يعني هذا قد استخدمتم في دراستكم في حديث مثلا فوائد من هذا الحديث من الأحكام يستخرجونها قد يأتي بشيء يعني بعيد مثل هذه الآية فوائد من هذه فجاء يعني جواز أو صحة الصوم الجنوب المصبح جنوبا هذا يحتاج استنباط من أين جاء بطريقة هذا يدل على قوة الاستنباط خارج المجتهد أو العالم نعم شكرا لك رحمه الله تعالى لقد ليلى استخرج من حديث ابي عمير ما فعل المغيب لا نسمع الصوت ينقطع هل يمكن أن نقول منطوق الآية أو ظاهر الآية هل سواء هذا سد؟ نعم فضل منطوق الآية منطوق الآية وماذا؟ الآية سد هل سواء هذا؟ ظاهر الآية سنأخذ ظاهر بعد لا سنأخذ ظاهر لأن ظاهر وما احتمل معنيان ظاهر الآية
لو نريد أن ندقق العبارة يعني ليس على سواء بين منطوق والظاهر لأن الظاهر هو ما احتمل معنيان أحدهما أرجح من الآخر كما سنأخذ بعد الظاهر والناس الموجب المبين لكن لو قلت منطوق إذن هو معنى المستفاد من نطق من لفظ سواء كان هذا اللفظ راجح أو غير راجح فهمتم؟ فهمتم أو لا؟ يعني الأولى يقول منطوق الآية أو ظاهر اللفظ يعني بس إن كان الظاهر ليس في اصطلاع الأصوليين يعني يقول ظاهر النص يعني ما يظهر منا من اللفظ لا بس هذا معنى ممكن يكون بمعنى المنطوق لكن لو نريد ندقق مصطلحات والأصوليون يعني مدققون المصطلحات لو قلت الظاهر ما الفرق بنص هناك النص هناك ظاهر وهناك مجرد هناك مبين فرق وهناك المنطوق لو تريد فقط الذي يظهر من حيث نطق تقول منطوق سواء كان هذا معنى الراجع أو المرجوع لكن لو قلت الظاهر لابد أن يكون أرجح من أحدهما ظاهر الآية هكذا إذن هناك معنى المرجوع إذا قلت منطوق قد يكون هذا الراجع قد يكون هذا المرجوع سنأخذ بعد والله عالم نعم سؤال آخر أرجوكم أن تدخلوا اضغطوا هذا الرابط اطلع على هذا الرابط مفيد جدا نعم من فتح من دخل الرابط سؤال تفضل والأخير هل هناك فرق أستاذ الفرق والخص بين dalalatul iktido yakni ma yajib takdiruhu li sihatil kalami aqlan wa dalalatul isyarah haitsu anna huna ustad ka'annani ajid wajhu syabah bainahuma yakni haitsu anna kilahuma haitsu anna kilaihima haitsu anna kilaihima La yufham min zahiril ayah Ustaz. Bagaimana kilama labuda anati? Naam. Labuda anati bi takdir antariqil aql Ustaz. Hadha huwa ana. Limadha yanahu min dibni ghair sarih wa ghair sarih wa mafhum. Kulluha yani dalalah al ittihad, isyara al ima wal mafhum yandarij tahta dalalah ghair sarih. لكن الفرق ماذا؟ في الاقتضاء هو يتوقف صحة الكلام على التقدير لو لم نقدر إن الأخل بالمعنى لصار معنى غير صحيح لكن الإشارة لا الإشارة ليس التقدير إنما هو تأمل والتفكر نأتي بشيء خارج الموضوع لكن هذا الموضوع هذا الشيء يشير إلى ذلك له علاقة له لوازم هذا معنى لازم معنى لازم يعني أقل مدة الحمل يعني من أين في الآية لا تتكلم عن هذا لكن تشير إلى ذلك المعنى وليس هناك التقدير هل نقدر في وحمله وفصاله 30 شهرا هل نقدر حمله يعني مثلا بالتقدير لا ما في تقدير لأنه يعني يستقيم معنا هنا لا يحتاج إلى تقدير فهمتم يا إخوة إذا هذا فرق بين الاقتضاء والإشارة الاقتضاء يجب تقدير حتى يسلق الكلام سواء كان شرعا عقلا أما الإشارة هو معنى لازم يعني نأتي خارج هذا اللفظ لكن له علاقة والكلام في الحقيقة لا يقصد ذلك لكن استفدنا بطريق آخر يعني يشير إلى هذا وغالبا إشارة لنبي غير صريحة وقولها من ضمن ماذا دلالة الالتزام دلالة الالتزام وهو غير صريح نعم أرجو أن يكون الدرس واضحا فالكراء كراء يا شباب أذكركم بالقراءة تقرأوا مرة أخرى سيتلح أكثر إذن ألزمكم بالقراءة كل يوم
Naam. Baqi lakum mawdu' al-ima at-tanmi'a wa al-mafhum wa mafhum indana aqsam. Insyaallah sanatakallam 'an hadhihi al-aqsam wa mawdu'at fi liqa' al-qadim bi idhnillahi ta'ala. Ashkurukum jami'an wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.